question number 1 في الامتحان ده سؤال مومنتم عادي جدا. تعالوا كده نبتدي بيه. بيقول particle B has a mass of 3m and particle Q has a mass of m. فانا هكتب 3m و m. The particle are moving towards each other in opposite directions along the same straight line on a smooth horizontal plane. يعني دي ماشية كده ودي ماشية كده اللي هو في ال before collision. The particles collide directly immediately before the collision. The speed of B is u and the speed of Q is 3u. يعني دي يو دي هتبقى 3u وهنكتب نيجاتيف جنبها عشان هي ماشية لللفت. بعد كده بيقول in the collision the magnitude of the impulse exerted by B on B is 5mu. يعني ال impulse 5mu يعني سواء على دي أو على دي كده كده احنا عارفين ان هو نفس ال impulse اللي هو 5mu. ماشي، عايز ال speed بتاعت B يعني ال speed اللي هي x دي، وبعد كده عايز ال speed بتاعت Q اللي هي y. انا هعمل assumption ان x هتمشي اليمين وان y دي هتمشي اليمين برضو. انا ما اعرفش الدايركشنز، بس هي لو طلعت لي بالنيجاتيف فانا عارف ان انا خدت الدايركشن غلط. تمام، هو مش بيسال على دايركشن كده كده، هو بيسال على سبيد. تمام، هعمل impulse equal m v minus u. بالنسبه للبارتكل دي هي البارتكل على الشمال، احنا اتفقنا ان البارتكل على الشمال بنكتب v minus u بس بنعمل u minus v. فهتبقى ال impulse 5mu equal الماس اللي هو ب 3m u minus v، هتبقى u minus x، فهتبقى u minus x. هعمل شوية algebra هتطلع ان ال x equal negative 2 over 3u. تمام، بس هو انا كده جبت velocity، كده انا عارف ان negative 3u دي negative 2 over 3u دي للشمال، بس انا عايز speed مش عايز velocity، يعني من غير اي sign. فهتبقى ال speed of b 2 over 3u. نيجي بقى ل double i بيقول find the speed of q، يعني عايز ال y. انا عملت برضو assumption ان الدايركشن بتاع y ده لليمين. هتبقى 5 impulse equal m v minus u، وال impulse 5 m u برضو، وال m ب m الماس ب m، وهنا بنعمل v minus u عادي. ال particle اللي على اليمين نعمل v minus u، فتبقى y minus minus 3 u، تبقى y minus minus 3 u اللي هي تبقى y plus 3 u، وال m هتروح مع ال m، هطلع ان ال y ب 2 u. فالسبيد اوف كيو ايكوال تو يو. السؤال ده كده خلص.